والدي وبيبيتي ام خالد تأذى كلش هو صح، وصار الكلمة قوة تطلع من عنده، يعني هو ابتعد عن الغناء، ترك الغناء، دخل بحالة حزن. وبعدين اكو فد موضوع اخر يعني ما حد يعرفه انا عشته وياه، بالسقوط، سقوط النظام. من اقول لك حزن خطير، اوف، انعزل، انزوى. جوي اشخاص من الخليج، زين، هاي القصة ما حد يعرف بيها، خليها تشيك اياها اول مرة تنعرف. أه. على برنامج يلا. جو اشخاص من الخليج مرسولين من شخص كلش كبير وكلش الا منزله، صديقة من ايام حفلة الكويت. حلو، وصلت الفكرة انه الجو من الكويت. لا هو احنا ما نخصص يعني هو الخليج، هو كنا احباب ان شاء الله اكيد. قالوا له ابو خالد الوضع بعد بالعراق خلص بعد السقوط، كان الوضع الامني غير مستقر يعني فدازيلة سيارة كبيرة، قال له انت وعائلتك وعائلة علي وخالد وبناتك تعالوا كلكم فيلا موجودة وكذا، ويعني طول حياتك انت راح تعيش بنعيم لين يعشقوه. صح، مو استضافة، لا، نقل حياة، خلص اقامة، خلص اقامة يعني للاخير. زين، ظلوا 3 ايام ينتظرون ببغداد، وكل ما يجون يرفض، هو رفض، كل ما يجون يرفض.